انت كانت حياتك مستقرة، وانا جدا دمرت لك حياتك كلها، بيتك وشغلك. لو كانت الحاجات دي واقفة على أرض صلبة ما كانتش اتدمرت. انت بتقول لنفسك كده بس عشان تحس ان كده احسن. انا بجد حاسس ان كده احسن يا جماليا. انا حاسس ان انا حر، قادر اتنفس اكتر، حاسس اني واعي بالحقيقة. خالد احنا في مصيبة، انت عارف هما ممكن يعملوا فينا ايه؟ ممكن يسجنونا، ممكن ما نشوفش السما تاني، ممكن نموت جوه السجن. حتى لو ده حصل المهم ان احنا مع بعض، المهم ان احنا عشنا لحظات حقيقيه مع بعض. في ناس بتعيش وبتموت من غير ما يعيشوا اللحظات دي. كان نفسي قوي اعيش معاك في وقت تاني، كان نفسي اعيش معاك بعيد عن الناس دي كلها وبعيد عن كل اللي بيحصل حوالينا. خالد انا مش متخيله ان دي ممكن تبقى النهايه. مين قال دي النهايه؟ مش ممكن دي البداية؟ لو انت عايز هتبقى البداية بجد يبقى لازم احكي لك على كل حاجة. أخيرا اللحظة اللي مستنيها من زمان.